بيواصل أبطال مسلسل سوشيال لأحمد زاهر وميرنا نور الدين تصوير المسلسل في منطقة الحزام الأخضر. المسلسل بتدور أحداثه عن مشاكل السوشيال ميديا عموماً وعمليات النصب والتجسس اللي ممكن يتعرض ليها ناس كتير. المسلسل زي ما قلنا من بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين ومن إخراج رؤوف عبد العزيز. كاميرا ترانس كانت حاضرة تصوير المسلسل. تعالوا نشوف إيه اللي حصل ونرجع تاني على طول. بعمل دور شهاب الدريني، ده صحفي في قسم الحوادث، بني ادم عادي، لا هو مشهور ولا هو فنان ولا هو اي حاجه خالص في الدنيا. ناس كتير جدا 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 عاديه بتتاذي، مش بس المشاهير دلوقتي، خلاص احنا عدينا منطقه المشاهير، بقت البشر كلهم بسم الله ما شاء الله اي حد في الدنيا ممكن ياذي اي حد عن طريق السوشيال ميديا، انه يطلع عليه حاجه فالزياطين يخشوا يزيتوا فالموضوع يكبر فالبني ادم ده يتدمر يروح في 60 داهيه، هو ما عملش اي حاجه خالص. استاذ رفعت عبد العزيز مخرج جميل جدا جدا وفاهم ومريح جدا جدا، وفي كيمياء لطيفه ما بيني وما بينه، بداناها الحمد لله بفارس وحبينا نستثمر هذا التعامل وهذه الكيمياء في سوشيال. انا مبسوط بشغلي معاه بصراحه جدا يعني. انا بلعب هنا شخصيه اسمها طارق، هو فوتوغرافر زي ما احنا شايفين كده، وبيشتغل في شركه اسمها سوشيال اللي هي بتدير المواهب المفروض ان هم ابطال الحدوته اللي احنا بنحكيها، بس هو في وراه جزء غامض كده ورا ان هو مصور وان هو بيدير الشركه دي، ده اللي بنكتشفه بقى في خلال الحلقات الاخيره بالذات. دوري انا هو رئيس التحرير اللي كان بيشتغل معاه الصحفي اللي هو احمد زاهر، ودوري اسم علي الجندي، وهو الصديق الصدوق اللي واقف جنبه، ابن البلد اللي بيحاول ان هو يرجع له حياته ويشغله ويساعده، ولكن في الاخر بتتقاطع الطرق بقى لما هو بيحاول يشوف مصلحته في انه يجيب الناس اللي ضروه. انا بعمل في مسلسل سوشيال دور ميجا، ده حد من الانفلونسرز المشهورين، وهو بتاع جيمز، هو جيمر يعني، وعنده خط درامي يعني معقد جدا، فيا رب اكون قدرت اوصله للناس يعني بشكل المناسب يعني. دوري انفلونسر اسمها هبه، شخصيه كيوت كده وبسيطه وبتاع، المفروض يعني ان هم كانوا عايزينها ان هي تبقى شبهي بس مش شبهي، حرام، عشان هي طيبه قوي وغلبانه وبتاع، وانا اللي هو ايه هايبر، وهي المفروض انفلونسر محجبه كيوت هاديه بتعمل بروجرامز حاجات علميه وبس، حدايثي معظمها مع ميرنا نور الدين. انا بعمل شخصيه اسمها جيم، هي ليها اسم تاني بس يعني مش هينفع اقوله، هيبان في اخر الحكايه. جيم المقصود بيها الاجابه على الاسئله اللي ملهاش اجابات في حياتنا يعني. مبسوط بالتجربه جدا، يعني الشغل مع ممثلين شاطرين بيخلي الواحد حتى لو مش شاطر قوي زي حالتي كده يطلع شاطر، فمبسوط جدا بالتجربه دي يعني.